المشروع الوطني للقراءة واحد من أهم المشروعات الثقافية في مصر. الكتاب هيفضل هو المصدر الأول والأساسي للمعرفة. هذا المشروع بدأ في مارس 2020 وبيهدف لإحداث نهضة في القراءة، إعادة وإحياء العلاقة مرة أخرى مع الكتاب لقطاعات كبيرة جدا من الشباب وفئات المجتمع. من أيام تم تكريم الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، خلينا نشارك الفائزين فرحتهم ونتعرف كمان على رحلتهم مع الكتاب. خلينا نبتدي مع أحمد علي من مركز المراغة بسوهاج، واللي رغم سنه الصغير قرأ أكتر من 250 كتاب ولخص 30 كتاب منهم، ده اللي أهله للفوز بأحد جوائز المشروع الوطني للقراءة فئة الطالب المثقف. خلينا نتعرف أكتر على التفاصيل من أحمد علي الطالب المثقف. صباح الخير عليك يا أحمد وألف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضراتكم. حاجة حلوة وحاجة تفرح، 250 كتاب ما شاء الله، وقدرت انك تعمل الحمد تلخيص لله. ل30 كتاب. التلخيص ده واحد من الحاجات الصعبة جدا، بنفس درجة الصعوبة ان لم تكن اصعب أكيد. من قراءة الكتاب. اكيد طبعا اكيد. قول لنا بقى رحلتك مع القراءة ابتدت امتى؟ مين كان داعم ليك؟ بتشتري كتب ولا بتروح تقراها في المكتبة؟ اقرب مكتبة ليك فين؟ كل التفاصيل. رحلتي مع القراءة كانت منذ استطعت التفرقة بين الألف والباء. في بداية المرحلة الابتدائية كانت بدايتي مع القصص المصورة القصيرة، تلك التي أذهب معها في رحلة نصف ساعة إلى عالمي المعنوي، ذلك العالم الذي لا ضوضاء به. ومع مرور الأيام وفي نهاية المرحلة الابتدائية تقريبا بدأت أتجه إلى الروايات. بدأت أدرك أن القصة طويلة الأحداث تسمى رواية، وبدلا من رحلة نصف ساعة في عالمي المعنوي أصبحت رحلتي تدوم لأيام. ومن ثم عرفت أن المغزى من القراءة ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل أيضا أريد الحصول على معلومات. فعرفت أن أوعية الكتب أو أوعية المعلومات هي التي تحتوي على المعلومات. قراءتي للعقاد وأقرانه هي التي جعلت عقلي ينضج قبل أوانه. جميل. في كل مرة أستطيع فيها التعبير عن وجهة نظري بعقلانية أشكر تلك الفرصة التي جعلتني قارئا، فأنا أقرأ لأتعلم كيف أتعلم. أنا أقرأ لكي لا تجرفني ريح الإشاعات الهاوية إلى فوهة الجهل والتخلف. جميل أحمد، يعني أنا أحييك بداية على هذه اللغة العربية الصافية الجميلة اللي أمتعتنا بيها في كلامك، وعايز أسألك 250 كتاب قريتهم في أي مجال من المجالات، وقمت بتلخيص كمان 30 كتاب، يعني قول لنا كده نماذج سريعة لعناوين هذه الكتب اللي شاركت بيها في مسابقة تحدي القراءة. في مسابقة تحدي القراءة وكذلك المشروع الوطني للقراءة كنت أميل أكثر إلى الكتب الفلسفية، تمام؟ الكتب الفلسفية بعادتها وخصوصا التنمية البشرية فهي كحسناء تبهرنا وسط فروع الفلسفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون، كتاب الأب الغني والأب الفقير، كذلك كتابات مصطفى محمود، ككتاب لغز الموت، ككتاب الروح والجسد. هذه الكتابات الفلسفية هي التي جعلتني على أول طريق القراءة، وبالمناسبة هو مصطفى محمود من أوائل الكتاب الذين قرأت لهم. جميل. وهو من غرز في حب علم النفس والفلسفة. كذلك في الأدب قرأت لتوفيق الحكيم ولطه حسين وللعقاد، كذلك له كتابات أدبية رائعة. في التاريخ قرأت العبقريات، عبقرية عمر، عبقرية خالد، عبقرية الإمام، عبقرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الديانات قرأت كتاب مسجد الرسول لعبد الحميد جود الصحار. أذكر هذا الكتاب خصوصا لأنني أريد أن أعقب على أسلوب عبد الحميد جود الصحار، ذلك الأسلوب الذي وصف به مسجد الرسول والذي أخذني في رحلة سريعة إلى المملكة العربية السعودية لأرى فيها المسجد بتفاصيله وأتخيل فيها كل شيء عن المسجد. طب أحمد، هذه القراءات المتنوعة في مجالات مختلفة من الفلسفة إلى الأدب، ألوان مختلفة من المعرفة والثقافة، أضافت إيه لشخصية أحمد علي؟ يعني شخصيتك، كيف أثرت هذه القراءات على شخصيتك في الحياة وعلى سلوكك في الحياة؟ لا أغفل ذكر أنني الآن أستطيع أن أبدي وجهة نظري، أستطيع أن أتحدث، أستطيع أن أحاور. الفكرة من المسابقة هي المناقشة فيما قرأته في 30 كتابا. فكرة المناقشة في حد ذاتها تكسب إلى الشخصية الكثير، تكسب الثقة بالنفس، تكسب الشجاعة، تكسب القدرة على المحاورة والإقناع،
كل هذا وأكثر ما أضافته للقراءة. يعني القراءة بالطبع تحدد مسارات الإنسان، فيتأثر الإنسان بما يقرأه، يتطبع الإنسان بما يقرأه. فإن قرأت لكتاب يريدون أن يغرزوا فيك فكرة معينة، فسوف تنبت فيك هذه البذرة إلى أن تكبر بداخلك وتتأثر بها شخصيتك. شخصيتي الآن غير الشخصية التي كنت بها قبل أن أبدأ في القراءة. طيب، احنا شايفين ما شاء الله عندك بنك من المصطلحات، وعندك بنك تاني من التشبيهات والتعبيرات. اعتقد كل ده اكتسبته من خلال القراءة. ازاي بقى قدرت شخصيتك تؤثر وتتأثر باللي انت قريته؟ بدايتي مع القراءة كانت قراءتي للقرآن الكريم، كلام الله عز وجل، ما أبلغه وما أروعه، وهو الذي جعل لساني ينطق العربية صحيحة. قراءتي للقرآن الكريم جعلتني أتفكر في كل آية، فليست تلك القراءة العادية. أنت أصلا دراستك إيه يا أحمد؟ أنا دراستي عام، ثانوي عام. ولكن القرآن لا يتعلق بالأزهر أو بالعام. طبعا أنا بتكلم عشان اللغة العربية الصحيحة ما شاء الله واضحة جدا. الله يبارك فيك. اتفضل. فبالطبع قراءتي للقرآن وإدراكي لمصطلحاته وتدبري في آياته وتعمقي في معانيه هي التي جعلتني أتخيل جيدا معنى القراءة التي تفيد، ليست تلك القراءة العابرة. أثرت في القراءة خصوصا تلك القراءة العلمية التي جعلتني أستهوي المجال العلمي أكثر من المجال الأدبي، وإن كانت قراءتي للأدب تجعلني أعيش في متعة وخصوصا الروايات، ولكن القراءة العلمية في النهاية تنتصر بفضل الاستشهاد بالبراهين والأدلة والإحصائيات. هذه القراءة التي تقنع القارئ. أكيد، يعني إحنا بنسعد بوجودك معنا. مبروك عليك يا أحمد. الأول بناء شخصيتك، يعني ما شاء الله القدرة على التعبير اللي أنت ظهرت عليك واللي إحنا شفناها معاك على الهوا. ومبروك عليك كمان الجايزة أحمد علي الفائز في مسابقة التحدي الوطني للقراءة. شكرا لوجودك معنا ومبروك.